الاماراتي شفشنكو. اتكلم بقى على اخر فايت عندنا في السيجمنت ده. اخر فايت ليه لسه حاصله خلاص يعني النهارده او امبارح نقدر نقول. الفايت دي كانت في الوالتر ويت ديفيجن, كانت ما بين الفورمر انترم والتر ويت تشامبيون كولبي كوفينغتون وروبي لوبر, واحد من الفترنز بتوع UFC والتر ويت ديفيجن بالذات. كان قعد 3 سنين ورا بعض وبيديزيرف فايت اوف ذا يير, وفايتر مهم جدا وفان فيفورت عند ناس كتير قوي. الفايت دي خلصت بيونانيمس ديسيجن فايت, يعني 54-5 مرتين و 50-44 مره. يعني كل الجوجز شافوا ان كولبي كوفينغتون كسب كل الراوندز, وفي واحد شاف ان كولبي كوفينغتون كان دومينت قوي في واحده من الراوندز الخمسه. الفايت دي شفناها كان الدومينت فيها قوي واللي باين فيها قوي الكارديو بتاع كولبي كوفينغتون مش طبيعي مش طبيعي. اتكلم على واحد قال لك انا بقالي 4 اسابيع بس بتمرن, ولا اسبوع فيه ما عرفت اعمل سبارنج عشان كنت متعور فوق عين جامد. اتكلم على واحد كارديو مش عالي, مش عالي بس رهيب, وبتتكلم على ميكسينج التيك داونز وميكسينج السترايكنج بتاعه بشكل مش طبيعي. الراجل اتمتد 500 سيجنيفيكنت سترايك, لاندد منهم 170 بس. وبتتكلم على التيك داونز, حاول يلاند 18 تيك داونز, لاندد 10 منهم, 10 تيك داونز. رقم فوليوم غريب, رقم رهيب. في فوليوم غير طبيعي, في يعني هو تقريبا احسن كارديو, يعني من احسن كارديو دلوقتي في اليو اف سي كلها في الروستر كله. الكارديو بتاعه غير طبيعي. الغريبه اللي هو تقريبا احسن واحد معاه كامارو اوسمان, يمكن دي يعني يمكن هتبقى فايت كويس قوي. بس زي ما احنا قلنا الكارديو بتاع كوبي كوفينغتون وازاي برضو السكيلز بتاعته, ازاي هو كريسلر ان سي دبل ايه, ازاي هو يعني كان حتى الجي سي اتكلم عليه قال لك لا ده كان قريب قوي اللي احنا نضمه معانا في التيم في المنتخب, لغايه ما هو حاول وبدا ام ام اي. ازاي السكيلز بتاعته كانت اعلى من روبي لولر. شفنا وان سايد ديب داون فعلا 50-44 للي بس اللي عايزين يحبوا يفهموا نقطه اللي ازاي الراوندز بتتحسب بالظبط. هي 10-9 10-8 او يعني ما بتحصلش يعني, بس ممكن 10-7. دايما 10-8 دي بتبقى لو وان سايد بيت داون دايما بتيجي عاده في النوك اوتس او نوك داونز, بيبقى نوك داون ليه مثلا في الراوند يرجع يقوم تاني مره او مرتين, ممكن تتحسب 10-8 او داون رهيب قوي كريسلر كريسلينج وكسترايكنج كسترايكنج ديفرنس وسترايكنج على الارض. طبعا بيبقى في الاجريشن وفي كنترول بعد السترايكنج وبعد الريسلينج. فيمكن كان في راوند تاني راوند تقريبا اول راوند كولبي كوفينغتون اخذ 4 تيك داونز من 7 اتم بالظبط, وتاني واحده 3 تيك داونز من 3 اتم. فهم دول كان ممكن فعلا يروحوا على يمكن اول راوند فعلا يتحسبوا 10-8 اول تاني راوند لكولبي كوفينغتون. فعلا ما خدش يمكن اقرب راوند لروبي لولر الاخيره, بس فعلا ما خدش ولا راوند. الصراحه وقف روبي لولر بطريقه غير طبيعيه. شفنا الاسترايكنج بتاع الصراحه كوبي كوفينغتون اتحسن, يعني شفت ماتش مع ديمين مايا. ديمين مايا زي واحد مش سترايكر اصلا, معتمد ميلي على الجوجيتسو, كان من احسن ناس في تاريخ الجوجيتسو عامه. ازاي هو كان معتمد عليه, ازاي كان في الاسترايكنج بتاعه كان قريب من كوبي كوفينغتون. فشفنا بقى التطور اللي عمله كوبي كوفينغتون مع امريكان توب تيم من ساعتها في الاسترايكنج بتاعه. التطور كان الفايت دي كان كويس, اي نعم مش افيشنت قوي بس بيكسب بيها بوينتس زي ما في فايترز كتير بيعرفوا يعملوا الحته دي. زي ما كان عليه الادوردز قدر يكسب بوينتس بالسترايكنج بتاعه. ازاي هو على طول ضاغط ضاغط ضاغط, شفنا الراوند الاولانيه 4 تيك داونز, شفنا السترايكنج على طول شغال على طول شغال. روبي لولر مش عارف ياخد نفسه, مش عارف ياخد نفسه, والكارد بتاعه كان جاهز عامه كان فيت, بس مش عارف مش عارف اصلا يفكر يعني حتى ازاي بيميكس اب. يعني انت اتكلمت على النقطه دي, ازاي كوبي كوفينغتون بيميكس اب السترايكنج مع انت كام ام اي فايتر بالظبط. انت كام ام اي فايتر ممكن تبقى ريسل كويس قوي, ممكن تبقى سترايكنج كويس قوي, بس ازاي بتميكس اب, ازاي بتميكس السترايكنج مع الريسلنج بالطريقه دي. كوبي كوفينغتون من احسن الناس اللي بيعملوها دلوقتي, يعني بيميكس على طول, يروح نازل بالتيك داون دبل ليج او حتى ال انسايد ليج داون. شفنا حتى التريكس بتاعته واحد الصراحه ريستل قوي قوي. قلنا الراوند الاولاني 4 تيك داونز سترايكنج برضه حتى لكوبي كوفينغتون. الراوند الثانيه 3 من 3
يمكن دي النقطه اللي روبي لودر كان اكتر شويه جاء الراوند الاولاني نفس اعلى عنده فقدر من السبعه اللي هو يتيك داون الديفنس ثلاثه بالظبط سستين اربعه الراوند الثانيه اربعه من اربعه دوميننت غير طبيعيه لكوبي كوفينتون الراوند الثالثه ها شويه بقى ده نشوف روبي لودر بيشتغل شويه. الغريب اللي انا استغربته في الفايت دي عامه البوكسين بتاع روبي لودر كويس قوي السليب بتاعته السليبس الفنتات بتاعته حلوه بس ما شفتش اي كاونتر لان الموفمنت بتاعته ما فيش اي كاونتر كانت غريبه يعني خصوصا ان هو الكاونتر بتاعه كان حين بالظبط بالظبط يعني هو ادى في راوند 5 او راوند 4 ادى واحده ليفت هوك كاونتر للجاب رايت جاب بالظبط كانت وابلت كوبي خالص يعني كانت باينه اللي هي قدر يطلع ولو عمل منها اثنين ثلاثه كمان كان ممكن يقعد يعني فالغريبه اللي هو ما عملهاش هل هو كان خايف من لما هو يعملها يبقى تيك داون ممكن جايز جدا فعلا ان هو واحد زي 10 تيك داون في الفايت فممكن فالروبي لودر قرب شويه في الراوند الثالثه كان سترايكينج بعد كده الراوند الرابعه نفس الكلام فول دومينانس الراوند الخامس كانت اقرب راوند بس يعني كانت تيك داون لكوبي كوفينتون خلت الجادجز كلها يدوا الراوند دي لكوبي كوفينتون ففي اخر سكور كارد مش غريب لا مش غريب بصراحه لا مش غريب خالص مش غريب حتى 50-44 ممكن عادي جدا اي نعم هو مش فان فيفرت خالص روبي كوبي كوفينتون شفنا حتى البوست فايت لما عادي اتكلم على مات هيوجز يو هاف تو ران فروم مش عارف ترينو بتاع ف كانت مش حلوه خالص يعني بس هو ده كوبي كوفينتون يعني دي ده الستايل ده اللي مخلي الناس كلها بتكرهه وشفنا مراحل مع ليمين ماي في البرازيل عمل ايه كان قاعد يشتم في الجماهير كلها وده اللي على فكره بيخلي ناس كتير تبيع وبيخلي حد زي ليمين ماي عايز يحطه في مين بس زي هو حتى بيقول على طول بيقول دونالد ترامب تعالى واخر فايت كان ابنه دونالد ترامب وجوز بنته كانوا موجودين يعني الفايت دي كانت ابنه دونالد ترامب وجوز بنته موجودين فعلا يعني هو انت ممكن ما تحبوش بس هو عارف هو بيعمل ايه بالظبط هو زي كونر ماجريجر انت تختلف تتفق مع كونر ماجريجر كده كده هتتفرج كده كده هتدفع فلوس تشوف اي نعم ودونالد ترامب اداله برضه تويت يعني دونالد ترامب نفسه رد عليه انت بقى البريزدنت بتاع اكبر بلد في العالم تقريبا بيرد عليك فلا يعني هو كونر عارف يعمل ايه كويس هو عنده سكيلز على فكره تساعده كويس قوي يعني هو مش مثلا بيتكلم هو ما بيعرفش فايت لا هو بيعرف فايت كويس هل نقول اللي هو اللي هيلعب على التايتل هناك؟ انا شايف ان هو الاقرب للتايتل مع كامارو اوزي شايف ان هي هتبقى فايت حلوه قوي قوي دي حقيقة بس انا برشح اوسمن الصراحه انا كمان انا شايف اوسمن يغلبه في اي حته هو عايز يغلبه في راسلينج عايز يغلبه في بجد بجد هم فريكس الصراحه كاتليتس يعني اثنين من اعلى اتليتس في الروستر كله نهائي الصراحه هنشوف لما الفايت دي تبقى اناونس هنتكلم عنها بالتفصيل بالظبط ده بالنسبه لسجمنت 1